بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث هو تاع البطولتين اللي بدات امس تاع البطوله المغربيه لسنه 1919 و1920 وكذلك البطوله تاع 2020 و2021. وهذه البطوله هذه تاع جوج تاع الانشطه اللي عندنا، هو النشاط الاولي اللي هو السباحه بالزعانف، السباحه الزعانف اللي فيها حتى هي كذلك الزعنفه الوحده اللي تعيطوا له المونو بالم وكذلك لو بي بالم. والنشاط الثاني هو الغوص الرياضي في المسابح كذلك. هذه السنه هذه تفاجئنا احنا كجامعه ملكيه، لان قلنا ما كناش متوقعين انه ممكن قياسات وطنيه انه ممكن تحطم في هذه البطوله، لان قلنا بعد الغياب تاع هذه السنتين وحتى الانشطه خارج المغرب ما كانش كثيره جدا، شاركنا جوج مرات، مره في روسيا ومره في مصر، ولكن اليوم تفاجئنا انه تحطموا سبعه تاع ارقام وطنيه. واللي الجميل كذلك من هذا انه الارقام اللي تحطمت انه اربع نوادي اللي شاركوا في تحطيم هذه الارقام، فهذا يدل انه الشاب الرياضي المغربي الحمد لله ملي يكون اونجاجي معاك في شي رياضه ولو ما تيكون جالس راه تيبقى تواظب على التمارين تاعو وتيبقى دائما يكون عنده الهمه كذلك طالعه باش يوصل. وهذا تبين لنا اليوم كما قلت بالتحطيم بهاد الارقام، وكذلك تبين انه الجمعيات والنوادي اللي هي تتعمل في هذا النشاط الرياضي الحمد لله قايمين بالامور تاعهم، قايمين بالمجهودات اللي تيقوموا بها، لان شفناها على ارض الواقع بالرياضيين اللي شاركوا. وهذا يدل انه الجامعه المغربيه الحمد لله عندها مشاركين جيدين اللي ممكن ان شاء الله الرحمن الرحيم من قريب يشاركوا في بطولات عالميه. البارح كانت بطولة المغرب 2019-2020، الحمد لله توفقت ناخذ 4 ميداليات ذهبيين، وأيضا في البي اس بي خديت ميدالية ذهبية، واليوم كانت بطولة المغرب 2020-2021 حتى توفقت ناخذ 4 ميداليات ذهبيين، وفي العشية إن شاء الله كنتمنى ندير شي نتائج مشرفة ونفرح والدي. الحمد لله اليوم شاركنا في بطولة اللي هي بطولة المغرب اللي احتلينا فيها على المرتبه الاولى، فزنا ببطوله المغرب لسنه 2019-2020، وان شاء الله كنتمنوا عاوتاني نفوزوا بالسنه ديال 2020-2021 اللي دوزنا حتى هي ان شاء الله، وكنتمنى بلي الفوز حتى هو ديال غادي يكون ديالنا ان شاء الله. الحمد لله كانت واحد المشاركه زوينه اللي شاركنا ب 15 لاعب اللي لعبوا، وكانت واحد المنافسه خويا مع لي كلوب اخرين. وشكرا للجامعه الملكيه المغربيه للسباحه بالزعانف والغوص الرياضي. السلام عليكم، معكم اسماعيل ابيه مشارك بالهلال الاحمر المغربي في فيدا درب السلطان. تحت لي فرصه باش نتقدم لهذه المسابقه اللي كان نظموها مزيانين الحمد لله، وكنوجه الشكر اخص للطاقم والتحكيم اللي سهروا معنا لهذه المقابله هذه، والحمد لله درنا اللي في جهدنا. شكر كبير لا يلا دابا واحد شهر ونص بالشعر مشو الحمد لله جيت في المركز الخامس، هذا بحد ذاته راه انجاز. كاينين اناس اللي هما عامين وكثر وكيشاركوا الحمد لله، حنا شهرين وهادي قدرنا ناخذوا هذه الاكسبيرونس هذه باش نشاركوا ان شاء الله يكون اقدم جميع ان شاء الله. كنبغي نوجه الشكر كبير للسيد الازرق اللي هو رئيس الهلال الاحمر المغربي بن واصر ورئيس الجامعه، كنشكروه هو اللي تاح لنا بهذا الفوز هذا، كنوجهوا له شكر كبير وجميع الطاقم.